بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس قد جاء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح واجعل اعمالنا خالصه لوجهك الكريم كان الحديث في العلم الاجمالي وانه هل يكفي اداء التكليف بنحو اجمالي على نحو الاحتياط او لا لا بد ان يؤدى التكليف بالنحو الذي قامت عليه الحجه وان كان هذا القيام قيام الحجه وان كان ظنيا في هذا المجال طرح المرحوم المصنف هذه الفكره وهي انه يحتمل ان المولى يريدنا ان نتعبد وان نمتثله لاوامره وان ناتي بالامر العبادي من جهه انه عبادي من جهه انه مامور به لا من جهه اننا نحتمل اننا نحتاط اننا نجمع اننا نكرر العمل لا يريد هذا من جهه انه مامور به اذا ورد هذا الاحتمال انه ان المولى يريد اداء الصلاه بما انها مأمور بها قامت الحجه ولو الحجه ظنيه ولكنها حجه قامت على ذلك فناتي بالعمل بما هو مأمور به اما الاحتياط نأتي العمل بما هو مأمور به بما اننا نحتمل انه مأمور به احتمال تكرار العمل ما قامت الحجه على ان هذا واجب بنفسه بذاته ما قامت الحجه على ذلك. فاذا احتملنا هذا الاحتمال راح يصير الاداء للعمل المتعين الذي قامت عليه الحجه هو ال ال الذي يكون صحيحا ويتوقع منه القبول واما التكرار لا يكون صحيحا لا يكون كافيا لا يكون مبرئا للذمه، لاننا اتينا به لا بما هو مامور به اتينا به بما هو يحتمل انه مامور به الى هنا هذا تقدم في الدرس السابق هنا يبني عليه المرحوم المصنف يقول وحينئذ بناء عليه بناء على هذه الفكره بناء على الاحتمال احتمال ان المولى يريد امتثال الامر للشيء بما هو مامور به بناء على هذه الفكره الذي يريد ان يحتاط الذي يريد ان يجمع الذي يريد ان يصل الى يقين كامل بانه قد امتثل من خلال التكرار كل كلامنا في الاعمال التي يكون الاحتياط فيها مقتضيا للتكرار كل كلامنا هنا هذا عليه اولا ان ياتي بالعمل الذي قامت عليه الحجه لانه يحتمل ان هذا بعينه بذاته بشخصه هو المطلوب ثم إن أراد أن يحتاط فليأتي بالأمر الثاني بالشيء الثاني بالمأمور به الثاني المحتمل فيكون عندئذ قد أدى ما عليه من جهة ما قامت عليه الحجة الشرعية الظنية وأدى ما هو مقتضى احتياط وهو التكرار ولا يكفي أن يؤدي التكرار فقط لأنه عند التكرار لا يؤدي أليف بما هو مأمور به ولا يؤدي باء بما هو مأمور به يؤدي أليف بما هو محتمل ويؤدي باء بما هو محتمل فإذا قيل أن لعل المولى يريد المأمور به بما هو مأمور به لا بما هو محتمل فالتكرار ما راح ينفعنا فلا بد أن نأتي بالفعل بما هو مأمور به كيف نؤدي بما هو مأمور به من خلال الاعتماد على الحجة الشرعية، ثم بعد إذن نؤدي الثاني باء مثلاً أو جيم أو دال أياً كان نؤدي من خلال أنه محتمل، وخلوا بالكم هذه أن الثاني من أدي بعد على أنه مأمور به لأن يعني ما قامت الحجة الشرعية عليه حتى نؤدي بما هو مأمور به نؤديه بما هو محتمل في ذلك الوقت راح نتمم الإحتياط راح عندنا فكرة الإحتياط. ثم يبدأ يترقى خطوه اخرى. قال رحمه الله: وحينئذ ما معنى حينئذ؟ بناء عليه بناء على ماذا؟ بناء على انه يحتمل عندنا ان المولى يريد الامتثال من العبد للمأمور به بما هو مأمور به لا بما هو محتمل. الامتثال من خلال الجمع والتكرار. على اساس فكره العلم العلم الاجمالي انه احدهما هو الواجب يؤتى باليف بما انه محتمل ويؤتى بباء بما انه محتمل. الامتثال من خلال ما قامت به الحجه وما قامت عليه الحجه وان كان ظنيه ولكنها حجه قطعا. يكون امتثالا للفعل للامر بما هو مامور به لان قامت الحجه عليه. فإذن ياتي بالفعل اولا الذي قامت عليه الحجه بما انه مامور به، بما انه قامت عليه الحجه، ثم بعد ذلك ياتي بالثاني بالفعل الثاني المحتمل، بما انه محتمل على اساس انه محتمل، قال وحينئذ فلا ينبغي بل لا يجوز ترك الاحتياط اكمل العباره واشرحها في جميع موارد اراده التكرار بتحصيل الواقع أولا بظنه المعتبر من التقليد أو الاجتهاد بإعمال الظنون الخاصة أو المطلقة وإتيان الواجب مع نية الوجه هذا أولا هذه الخطوة الأولى ثم الإتيان بالمحتمل الآخر اللي هو باء بقصد القرب من جهة الاحتياط عندي كلمة أو جملة في جميع موارد إرادة التكرار موضوعة بين شارحتين باعتبارها جملة معترضة. هذه العبارة مهمة جدا لعله رفع الشارحتين رفع هذين الخطين اولى لانه هذه ليست جملة معترضة وانما هذا لب المطلب لانه المصنف لا يريد ان يقول لا يجوز ترك الاحتياط اذا رفعنا هذه العبارة جعلناها جملة معترضة راح يصير كلام المصنف انه لا يجوز ترك الاحتياط. المصنف يقول انت ايها المكلف الذي عندك احتمالان او اكثر عندك علم اجمالي وقامت الحجه على طرف من اطراف العلم الاجمالي فقط طرف واحد قامت عليه الحجه وتريد ان تحتاط تريد ان تحتاط، انت ما مكلف بالاحتياط. بما ان الحجه قامت عندك على طرف من الاطراف يكفي ان تمتثل هذا الطرف يجزي ان تمتثل هذا الطرف انت غير ملزم بالاحتياط الذي يريد الاحتياط يرغب في الاحتياط يميل للاحتياط لكي يحصل الاطمئنان النفسي بالامتثال هذا يكرر فلا يجوز ترك الاحتياط لمن يريد التكرار الكلام في من يريد التكرار ليس الكلام في جميع المكلفين جميع المكلفين يجب عليهم التكرار في كل مورد صار عندهم علم اجمالي وصار عندهم قيام حجه شرعيه على احد الاطراف لا المصنف لا يريد ان يقول ان العلم الاجمالي راح يكون منجز في هذه الحاله ويجب الاحتياط ويجب التكرار لا يريد ان يقول ذلك يريد ان يقول انه اذا قامت الحجه الشرعيه على طرف من الاطراف يجوز للمكلف ان يكتفي به ولكن لو اراد الاحتياط لو اراد الاحتياط يكون الاحتياط من خلال التكرار الا ان هذه الفكره التي جاءتنا اخيرا وهي انه يحتمل ان المولى يريد من العبد الامتثال للشيء للفعل للواجب بما هو مامور به لا بما هو مردد لا بما هو محتمل فهنا لا نستطيع ان نمتثل الشيء بما هو مامور به الا فقط اليف اللي قامت الحجه الشرعيه عليه اما باء اللي هو الطرف الثاني من اطراف العلم الاجمالي ناتي به بما هو محتمل بما هو مشكوك بما هو فرد او طرف من اطراف العلم الاجمالي وبالتالي من اراد الاحتياط من أراد التكرار هذا يجب عليه، مو يجب مطلقا على جميع المكلفين، وبالتالي هذه العبارة ليست جملة معترفة بحيث يمكن قبولها ويمكن رفعها، وإنما هي لب المطلب. من أراد أن يحتاط ويكرر فعليه أولاً أن يأتي بأليف الذي قامت الحجة الشرعية عليه. الحجة الشرعية الظنية. هنا أدى وامتثل كيف امتثل؟ جاء به بما هو مامور به، جاء به بما هو مطلوب، جاء به بنية الوجه، كمل هذه الحاله ثم بعد ذلك اذا اراد الاحتياط ياتي بالثاني. وحينئذ فلا ينبغي بل لا يجوز ترك الاحتياط، مو لا يجوز ترك الاحتياط مطلقا في جميع موارد اراده التكرار، المكلف يقرر ذلك. إذا المكلف راد أن يكرر احتياطا فعليه أن يأتي بأليف أولا ثم بأليف أولا الذي قامت الحجة الشرعية عليه ثم يأتي بباء من جهة أنه محتمل كيف؟ بتحصيل الواقع، أي واقع؟ الواقع اللي قامت الحجة الشرعية عليه طبعا بتحصيل الواقع أولا بظنه المعتبر لأنه تقدم أن أليف قامت الحجة الشرعية عليه اما ان يكون من جهه التقليد ان يقلد مرجع التقليد الذي تقليده صحيح او الاجتهاد باعمال الظنون الخاصه او الظنون المطلقه اما هو يجتهد من خلال العمل بالروايات او العمل بالظنون العامه في في باب الانسداد المهم انه يعمل بالدليل الشرعي الصحيح يجتهد بنفسه او يتبع مجتهدا فعندها عند ذلك عندما يجتهد بنفسه أو يتبع مجتهدا وتكون النتيجة هي وجوب أليف سيأتي بأليف معنية الوجه سيأتي بأليف من جهة أنه مأمور به سيأتي بأليف من جهة أنه يمتثل أمر المولى فيه بعينه بخصوصه بخصوصياته واتيان الواجب مع نيه الوجه، كيف صار واجبا؟ اما من جهه الاجتهاد او من جهه التقليد باعمال الظنون، لماذا قال اعمال الظنون؟ لان كلامنا انه قامت الحجه الشرعيه الظنيه مو الحجه الشرعيه القطعيه، اذا كانت الحجه الشرعيه قطعيه في اليف يعني باء بعد ما محتمل انه واجب. العلم الاجمالي ما يتحقق، متى يتحقق عندنا علم اجمالي؟ اذا كان عندنا حجه شرعيه ظنيه بحيث ما تصيب الواقع مئة بالمئة يحتمل ان باء هو الواجب. الحجة قامت على اليف ولكنها ظنية. اما هو يجتهد بالظنون الخاصة او المطلقة او يتبع مجتهدا. فيعمل بهذا يعمل باليف وياتي بنية الوجه التي يحتمل انها مطلوبة كما تقدم في الدرس السابق. ثم بعد ذلك اذا اراد التكرار اذا اراد الاحتياط ياتي بالثاني ثم الاتيان بالمحتمل الاخر اللي هو باء بقصد القربى من جهه الاحتياط وليس من جهه خصوصياته لانه بخصوصياته ما قامت لا, لا الحجه الشرعيه القطعيه ولا الحجه الشرعيه الظنيه لا من جهه الاجتهاد ولا من جهه التقليد ما قامت عليه وانما هو عند احتمال هو يظن ان هذا هو الواجب يعلم يقينا انه اما اليف واما باء ف باء جزء من اطراف العلم الاجمالي طرف من اطراف العلم الاجمالي فاذا اراد ان ياتي به ما ياتي به من جهه انه مامور به بخصوصه ما يتمكن من ذلك اليف نعم ياتي به من جهه انه مامور به بخصوصه لماذا لان قامت الحجه عليه فيصح ان يقول هذا مامور به يصح ان يقول ذلك لان قامت الحجه اما بالتقليد او بالاجتهاد أما باء يستطيع أن يقول هو مأمور به؟ لا، ما يستطيع أن يقول هذا مأمور به. يستطيع أن يقول هذا مشكوك وأنا آتي به لتحصيل العلم بالامتثال. حصل العلم بالامتثال. إذا أردت التكرار. إذا رغبت بذلك هذا مو واجب على جميع المكلفين. وهنا يأتي به لا بأنه مأمور به بخصوصه. فإذا قيل يحتمل أن نية الوجه مطلوبة نية الوجه فقط يأتي بها في أليف إذا قيل أن المولى لا يريد الامتثال من جهة أن هذا الأمر محتمل يريد الامتثال من جهة أن المولى يريد نضع هذا القيد وهذا الشرط وهذه الصفة نضعها في الفعل ونمتثل الفعل أن المولى يريده هذا في ألف نستطيع أن نضع هذه الصفة نستطيع أن نضع هذه الشعار وهذه العلامة أن المولى يريده كيف المولى يريده؟ قامت عندنا الحجة من جهة التقليد أو الاجتهاد ونأتي به من جهة الوجه قصد الوجه قيد الوجه نية الوجه أنه مطلوب من جهة قيام الحجة ثم نأتي بباء من جهة أنه محتمل فيتحقق الامتثال اليقيني إن كان المطلوب هو أليف واقعا فقد جئت بألف وإن كان المطلوب هو باء واقعا فقد جئت بباء وإن كان المطلوب هو إتيان الشيء من جهة وجهه ومن جهة أنه مأمور به فقد جئت بأليف بهذا الشكل وباء لا أتمكن أن أتي به من جهة أنه مأمور به لأنه ما قامت الحجة على أنه مأمور به بخصوصه تمت الفكرة إلى هنا هنا, هنا يأتي اعتراف الاعتراف يقول أنه تقدم في الدرس السابق وفي بدايه هذا الدرس. يحتمل ان المولى يريد الامتثال للفعل من جهه انه مامور به ومن دون هذا القيد، من دون هذا الوصف، من دون هذه النيه، من دون هذا القصد لا يتحقق الامتثال، يحتمل ذلك. هذا في الف تحقق من جهه انه قامت الحجه عليه. في باء لم يتحقق. باء انما اتيت به من جهه انه محتمل لا من جهه انه قد قامت الحجه عليه والمولى نحتمل انه يريد الفعل بما انه مامور به بقصد الوجه وهذا ما حصل في باء اذا لم احصل الاحتياط المطلوب لان الاحتياط المطلوب العمل الاحتياطي الذي يؤدي الى اليقين بالامتثال. صحيح؟ الاحتياط والتكرار الذي يؤدي الى اليقين التام الاطمئنان التام الكامل اني قد امتثلت وهذا ما راح يحصل. لان اليف حصل فيه ولكن باء ما حصل فيه. راح اضرب مثال للتوضيح. افترضوا أن شخص مريض وعنده زجاجتان من الدواء يشك أي منهما هو الدواء المفيد له صار عنده علم إجمالي أما الدواء أليف أو الدواء باء صار عنده علم إجمالي قامت عنده الحجة الظنية أن الدواء أليف هو المفيد له. الدواء باء لا مفيد ولا مضر، غير مؤثر. قامت الحجه عنده ان اليف هو المؤثر، هو المفيد، هو الضروري، هو الواجب. ثم شك في ان هذا الدواء قد لا يكون له اثر الا عند خلطه بالماء. مع عدم خلطه بالماء لا يتأثر لا ينفع وتمكن من خلط أليف باء ما يتمكن من خلطه يشربه كما هو هنا ما راح يحصل عند الاحتياط بشرب الاثنين معا بشرب أليف مع خلطه بالماء تحقق عنده قامت عنده الحجة خلطه بالماء ويحتمل أنه لا يتم أثره إلا من خلال الماء خلطه بالماء فحقق جميع الشروط جميع المطلوب حقق وشربه مع قيام الحج ولكن باء أيضا طرف العلم الإجمالي الآن يريد أن يحتاط فعليه أن يشرب باء حتى يحصل اليقين بأنه قد شرب الدواء الضروري ولكن المشكلة أنه باء ما يستطيع خلطه بالماء فيحتمل ان هناك صفه ناقصه يحتمل ان هناك قيد ضروري يجب ان يكون موجودا وهو غير موجود ما يتمكن من الاتيان به فحتى لو شرب باء بهذا الشكل من دون خلطه ما راح يحقق اليقين بانه قد استعمل الدواء الضروري ما راح يتحقق اليقين لانه يحتمل ان باء هو الدواء الضروري ويحتمل انه يحتاج الى خلطه بالماء وهذا ما حصل فما راح يتحقق عند اليقين. ما نحن فيه بالضبط مثل هذا الفرض. نحن نحتمل ان الصلاه الواجبه هي اما اليف واما باء. عندنا علم اجمالي. فاذا اتينا بالاثنين معين ادينا ما علينا من خلال الاحتياط، ولكن هنا مشكله. المشكله هي ما تقدم بالامس وما تقدم في بدايه هذا الدرس. انه يحتمل ان المولى لا يريد الصلاه كيفما اتفق بما هي طرف من اطراف العلم الاجمالي بما هي امر محتمل لا يريد الامتثال الاحتياطي بقصد الاحتياط يحتمل ان المولى يريد الصلاه بما هي مامور به وهذا متحقق في اليف لانه قامت الحجه اما بالاجتهاد الظني او بالتقليد قامت الحجه على ان الصلاه اليف هي الواجبه. فيؤدي الصلاه اليف بما هي واجبه، حقق الشرط اللي هو في في مثال الدواء اللي هو اضافه الماء. حققه، ادى هذا الطرف، الان يريد يحتاط حتى يحصل الامتثال اليقيني. يؤدي الصلاه الثانيه، الصلاه الثانيه يستطيع ان يؤديها بما هي مامور به؟ الجواب كلا. لان ما قامت الحجه الشرعيه عليها. لا تقليدا ولا اجتهادا مثل الدواء باء اللي ما يستطيع ان يخلطه بالماء ويحتمل ان وضع الماء ضروري فيه هناك صفه يحتمل انها ضروريه هاي ما حصلناها في باء فشرب الدواء باء لا يؤدي اليقين لا يؤدي الاحتياط المطلوب في انه شرب الدواء الذي يريده ضمن المواصفات وكذلك اداء الصلاه باء بما هي احتياطيه لا بما هي مامور بها ايضا لا يؤدي الاحتياط لانه نحتمل ان المولى انما يريد الصلاه بقصد انها مامور بها وهذا ما حاصل في باء فاذا امتثال الصلاه باء ما راح يؤدي لنا الاحتياط المطلوب ما راح يؤدي لنا اليقين المطلوب بالامتثال هذا الاعتراض هذا الاعتراض جواب المصنف أنه كل احتياط كذلك ما ممكن أنه عندنا احتياط وعندنا قصد وجه ما يصير في كل مورد عندنا احتياط ما راح يصير عندنا قصد وجه قصد الوجه مع قيام الحجة الاحتياط مع التردد وعدم قيام الحجة فطبعاً في كل مورد فيه أطراف فيه احتمالات فيه احتمالات راح يؤدي الى ان يكون الامتثال احتياطيا وليس بما انه مامور به لانه اذا انا ادري هو مامور به بعد ما وجه الاحتياط طيب هذا مامور به اليف قامت الحجه عليه الثاني ما يصير ايضا يكون قامت الحجه عليه لان هذا يناقض نعلم ان المطلوب هو واحد فاذا قامت الحجه على اليف بعد ما معقول ان تقوم الحجه على باء وعلى جيم ما معقوله تقوم الحجه على واحد منها راح يصير تعارض راح يدخل باب التعارض وبالتالي في كل مورد فيه احتياط لا يمكن قصد الوجه لا يمكن امتثال الافراد من جهه انها مامور بها الا ذلك المورد الذي قامت الحجه عليه الشرعيه عليه ان وجد هذا نأدي أدي بهذا الشكل الباقي مجبورون ملزمون ملجؤون لا خيار عندنا لابد أن نؤديها بما هي محتملة هو صفة الاحتياط هي يعني فرض الاحتياط هو هذا هو الاحتياط هو فرض هذا ما معقول أن احتياط مع قيام الحجة على هذا واحتياط مع قيام الحجة على هذا ما يصير لأنه قيام الحجة على واحد إذا صار اثنين ونحن نعلم أن الواجب واحد هو صار تعارض بالأدلة بعد ما صار قيام حجة نقرا الاعتراض وتوهم ان هذا قد يخالف الاحتياط من جهة احتمال كون الواجب ما أتى به بقصد القربة فيكون قد أخل فيه بنية الوجوب أنه ها الواجب أليف خذ الثاني شلون جاي أدي جاي أدي بما هو محتمل احنا نفترض نحتمل ان المولى لا يريد الافعال بما هي محتمله، يريدها بما هي واجبه، هذا ما راح يتحقق في باء، ففعل باء ما راح يؤدي لنا الاحتياط. هذا التوهم مدفوعون. هنا راح يصير عندنا اخلال بنيه الوجوب، الثاني ما عندنا نيه وجوب بما هو انه ان هذا محتمل. مدفوعون. بأن هذا المقدار من المخالفة للاحتياط مما لا بد منه، وكل احتياط هو هالشكل كل احتياط احنا نحتمل ان اليف وانه بالشروط الفلانيه وانه باء وانه بالشروط الفلانيه، نؤديه على قدر ما نستطيع نقد نؤديه على قدر ما نتمكن اكثر من ذلك ما يصير ما عندنا فإذا ما يصير عندنا أن نأتي بالأول بما هو قد قامت الحجة عليه والثاني بما هو قد قامت الحجة عليه هذا ما يصير فنؤدي الأول بما أنه قد قامت الحجة عليه ونؤدي الثاني من باب الاحتمال أكثر من هذا ما كبئ أكثر من هذا ما نستطيع لا نتمكن أزيد من هذا لماذا؟ لأنه لا يمكن أن نأتي بالاثنين معا أو الثلاثة أو الأربعة حسب الأمثلة كل منها بما هو واجب كل منها بما هو مطلوب بعينه، كل منها بما انه قد قامت الحجه عليه، ما يصير. فنؤدي واحد اذا قامت الحجه على واحد نؤديه والباقي بما هو محتمل، هو فرض الاحتياط هو اذ لو اتى به بنيه الوجوب كان فاسدا قطعا، بالنسبه الباء شلون يجيبه بنيه الوجوب؟ اليف ياتي به بنيه الوجوب من جهه انه قامت الحجه الشرعيه الظنيه عليه، وباء شلون ياتي به بنيه الوجوب؟ مع انه لم تقم الحجه الشرعيه عليه. اذ لو اتى به بنيه الوجوب كان فاسدا قطعا، لماذا؟ لعدم وجوبه ظاهرا على المكلف بعد فرض الاتيان بما وجب عليه في ظنه المعتبر، بعد انه قد اتى بأليف الذي قامت الظنون المعتبر عليه، واتى به بنيه الواجه، وباء شلون ياتي به بنيه الوجه؟ باء شلون ياتي بما انه واجب؟ ما معقول ذلك. مخالف للواقع فيقع فاسدا. وان شئت قلت بعباره اخرى ان نيه الوجه ساقطه فيما يؤتى به من باب الاحتياط اجماعا. ما معقوله انه انا عندي احتياط في موارد وكل منها لابد ان اتي بنيه الوجه، ما هي نيه الوجه؟ الوجوب. انه مطلوب ان المولى يريده هذا ما معقول لا احد يقول بذلك هذا المقدار متسالم عليه انه هذا ما ممكن ان قامت الحجه على واحد اتي به بنيه الوجه الباقيات بنيه الاحتمال واذا ما قامت الحجه على واحد انا مجرد عندي علم اجمالي ما عندي كل بيان حجه لا اجتهادا ولا تقليدا عندي علم اجمالي بان احد هذه الامور الاربعه واجب كل قيام حجه ما عندي هذا اقدر اتي بني بنيه الوجه لا كذا كذلك هذا كذلك هذا كذلك جميع الاطراف فنيه الوجه انما تكون ممكنه في المورد الذي تقوم فيه الحجه الشرعيه الظنيه ان قامت فاتي بهذا الفرد الذي قامت فيه الحجه الشرعيه الظنيه اتي فيه بنيه الوجه إنك والباقي احتياط وإذا ما قامت الحجة الشرعية فالكل سواسية الكل تكون من جهة أنه احتياط هذا هذا هو متفق عليه هذا المقدار أن نية الوجه لا تنسجم مع التكرار الاحتياطي ما ممكن وإن شئت قلت إن نية الوجه ساقطة فيما يؤتى به من باب الاحتياط إجماعا حتى من القائلين باعتبار نية الوجه الذين يقولون انه يجب الصيام مع نيه الوجه وانا صار عندي شك انه اما يجب صوم يوم السبت او صوم يوم الاحد وما قامت عندي كل حجه شرعيه ابدا لا تقليدا ولا اجتهادا ما صار عندي ظن شرعي ظن حجه ظن معتبر ما صار عندي ماذا افعل واحتاط ولكن احتاط بان اقصد ان يوم السبت بعينه بذاته واجب حتى الذي يقول بوجوب نيه الوجه هنا يقول ساقط لانه ما اقدر انوي ان هذا واجب بعينه وكذلك الثاني ما استطيع ان انوي انه واجب بعينه فراح تسقط نيه الوجه قطعا راح تسقط نيه الوجه في هذا المقدار في مقدار الاحتياط لماذا؟ لانها غير ممكنه غير لا يمكن ان اتي بنيه الوجه في في جميع اطراف العلم الاجمالي، في جميع اطراف الشبهه، في جميع اطراف المحتمله. ما ممكن. انا شكيت انه يوم السبت او يوم الاحد وما قامت عندي حجه، فاصوم يوم السبت بما هو واجب بعينه الذي يقول بنيه الوجه يقول لي نعم صم بانه واجب بعينه، اكيد لا. ولكن يقول لي صم بما هو محتمل. ويوم الاحد صمه بما هو محتمل. فاذا نيه الوجه بهذا المقدار ستسقط. وان شئت قلت ان نيه الوجه ساقطه فيما يؤتى به من باب الاحتياط اجماعا حتى من القائلين باعتبار نيه الوجه. لماذا؟ لان لازم قولهم باعتبار نيه الوجه في مقام الاحتياط راح يصير عدم مشروعيه الاحتياط وراح يصير لغو. أنا كيف أحتاط بأن أأتي بالفعل بما أنه واجب بعينه؟ أقدر أنسب للمولى أن هذا واجب بعينه؟ يوم السبت صيام يوم السبت، أستطيع أن أقول أني أصوم يوم السبت لأن المولى يريده؟ قطعا ما أستطيع. فراح يصير الاحتياط غير ممكن بل مخالف للاحتياط مو جائز، لماذا؟ لأنه فيه نسبة للمولى. مرة قامت الحجة الشرعية على أليف الحمد لله أأتي بأليف معنية الوجه ولكن باء لون أجي أنسب للمولى ما ممكن جيم كيف أنسب للمولى ما ممكن ولا أظن أحدا يلتزم بذلك ما معقول يجي واحد يقول في موارد الاحتياط ما قامت الحجة الشرعية على الأطراف وأنت أتي بها يجب عليك أن تأتي بها بما انها واجبه، بما انها مطلوبه، هذا بما هو مطلوب بعينه، هذا بما هو مطلوب بعينه، هذا بما هو مطلوب بعينه، ما معقوله. هذه العباره اقراها واذكر ما في التحقيق عليها، عدل سيد ابي المكارم في ظاهر كلامه في الغنيه. السيد ابن زهره عنده كتاب معروف كتاب الاغنيه في الفقه اغنيه النزوع، هذا الكتاب مهم. و من الكتب التي تراجع من قبل الفقيه ينسب الى هذا الكتاب انه قال شيء المحقق للرسائل يقول ما وجدت هذه العباره فهذه الزياده كلمه عد السيد ما ندري انها هل هي زياده في الكتاب من اين جاءت ما هو اصلها لا ندري وان كانت هي ما ما مرتبطة بأصل المسألة يعني ليس ذات أهمية قال ولا أظن أحدا يلتزم بذلك عدا السيد أبي المكارم في ظاهر كلامه يعني في كتابه كتاب الغنية في رد الاستدلال على كون الأمر للوجوب بأنه أحوط وسيأتي ذكره عند الكلام على الاحتياط في طي مقدمات دليل الانسداد المحقق يقول لا العبارة وجدناها في الغنية حتى نراجع العبارة و نحاول أن نفهم ماذا يريد المرحوم السيد ابن زهرة ولا جاءت في مباحث في طي مباحث مقدمات دليل الانسداد التي ستأتي حتى نفهم ما هو المطلوب وما هو نظر المرحوم السيد ابن زهرة في الغنية على كل حال هناك مشكلة في نسبة العبارة إلى السيد ابن زهرة في الغنية أصل المسألة هي هاي لب وجوهر المسألة هو هذا انه في المورد في اطراف العلم الاجمالي ان ان قامت الحجه الظنيه على فردين يمكن ان يقال في من يقول بانه تجب نيه الوجه او نحتمل وجوب نيه الوجه ان اقصد نيه الوجه وان اتي به بما هو واجب في سائر الموارد هذا غير ممكن فالاعتراض بان الاتيان بالثاني والثالث والرابع الاتيان بها من دون نيه الوجه هذا ما راح يحقق الاحتياط نقول لا الاحتياط في كل مورد هو هذا ما عندنا غير شيء بالاحتياط هو الاحتياط هو هذا حقيقه الاحتياط هو الاتيان بالثاني والثالث والرابع بما هو محتمل لا بما هو واجب بنفسه الى هنا يتم هذا المبحث والحمد لله رب العالمين والمباحث القادمه ستكون هي الاساسيه في مساله العلم الاجمالي ان شاء الله مع بقاء عمر التوفيق نفصل فيها ونتوقف عندها ونتحرك بشكل تدريجي من دون استعجال تريث قراءه للعباره درك لمعانيها وتحتاج هذه المباحث احبتي الى طول بال الى نفس الى صبر الى عدم استعجال نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا الى ما يحب ويرضى والحمد لله رب العالمين allah 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 allah, allah. Yeah.